السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنتعلم حاجة مهمة جدا في إسعاف أي حد يكون فيه حريق وفيه دخان وأغمى عليه. فأنت ممكن يكون لحالك، أنت شخص لحالك وعايز تشيله، لازم تشيله وتنجده بسرعة وتبعده بعيد عن المكان اللي فيه دخان. بتضم رجله بالطريقة ديت، بعد كده تتني ركبته، وبعد كده بتحط رجلك على القدم بتاعه وتبدأ تشيله بالطريقة ديت، وتبدأ تاخده تنقله من المكان على طول اللي فيه الدخان وفيه الحريق. يعني لو أنت لحالك تقدر تتصرف بنفس الطريقه ديت، تتني ركبته وتبدا تحط رجلك من تحت، وكده بتقوم شايله على طول مباشره وتبدا تنقله بنفس الطريقه ديت. وان شاء الله تكون استفدنا من المعلومه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.